السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من البشر يتمنون أن يكون لهم منزل أو سكن خاص بهم، فكثير كثير كثير من الناس تعيش على الإيجار سنوات طويلة. وتعلمون يا إخواني الكرام أن الإيجار شيء مرهق، مهما كان أنت في محل ليس ملكك، لا تستطيع أن تدق مسمار، لا تستطيع أن تعمل شيء، لا تستطيع أن تضيف أثاث جديد، لا تستطيع أن تعمل أشياء كثيرة على حريتك. فالله سبحانه وتعالى يبشر بعض الناس، وأنا أتكلم لكم بالواقع فلأني لا أمزح ولا أستعمل كتبا ولا أستعمل غيرها. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فلا يؤمن، ولا يصدق هو حر. دائما أعود إلى هذا الكلام، من شاء يصدق ومن شاء لا يصدق هو حر. فنحن إخوان الكرام لم يخلقنا الله سواسية، فضلنا على بعض درجات في العلم وفي الرزق وفي كل شيء. فكما قلت لكم إخواني الكرام، فقد يلتجئ ناس كثر إلى أخذ القروض الربوية لعمل بيوت، ويعيش حياته كلها وهو تحت يعني جائحة الدين، ويبقى حياته كلها مضغوط عليه. فتأتي بعض المبشرات من الله سبحانه وتعالى لبعض الناس الذين يبشرهم على صبرهم أنهم سيرزقون محلا سكنيا ملك بإذن الله. سأعطيكم بعض الرموز، وإذا رأيت أن الفيديو عليه مشاهدات وطلبات أكثر سأكمل لكم بقية الرموز. لا يوجد، نمشي لغيره، ليس مشكلة. فاليأس من عادات الشيطان، والتفاؤل من عادة العبد المؤمن. إن شاء الله نكون من المؤمنين. أول هذه الرموز التي تبشرك بإذن الله أنك سيكون لك بيت الملك هي كثرة المفاتيح تكون في حلق واحد، وتكون جديدة ونظيفة، وخاصة الحديدية منها، لا أتكلم لا عن الذهب ولا على الفضة هنا، الحديدية منها والنحاسية خاصة. النحاسية هذا شيء يعني يدل على سكن واسع وما شاء الله، فهي رمز هي للثروة والغنى، لكن هي أيضا رمز لبيت يكون على ملكك بإذن الله. أما بالنسبة للرمز الثاني، وقد يراه الناس أغرب من الخيال، يقول لك أنا مثلا أكره الرياضيات وأكره الحسابات، ويرى نفسه في المنام أنه يستعمل أدوات الهندسة كالمسطرة والمثلث والنصف دائرة والبركار، هذا يرى نفسه أنه يستعمله، أو يرى شخصا مجهول يخطط بهم، أو يرى أنه يخطط بمسطرة على ورق أو على قطعة قماش أو على الأرض. هذا دليل إن شاء الله أن الله سيكرم هذا العبد يعني ببيت الملك. وكنت أنا أول الناس يعني ربما من رأى هذه الرؤيا، المسطرة والتخطيط في الحائط، فربك أكرمني بهذا البيت والحمد لله. أيضا إخواني الكرام، من رأى نفسه عفوا من رأى نفسه أنه يحفر في مكان معلوم ليس مجهولا، المجهول يعني يدل على ممكن سكن في مكان لم يكن يرجو، لكن معلوم ويحفر فيه حفرة لا يعلم مصدرها، يعني لا يعلم الغاية منها، فهذا سيكسب بيتا إن شاء الله ويبني بيتا. كما أن حفر القبر في المكان المعروف في الحقيقة يعني تراه في منامك وهو معروف، فهذا أيضا دليل على أن الله سيكرمك ببيت ملك، لأن البيت هو قبر الحياة لمن لا يعلم، الذي يعني عنده بيت على ملكه هو يسمى قبر الحياة، يعني لو يموت على الأقل تكون ثم طمأنينة على أولاده. والله ربي سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، وهو الذي يطمئن، وهو الذي لا ينسى أحدا من رحمته. أيضا إخوان الكرام، المساحات الواسعة، عندما ترى نفسك في مساحة واسعة فيها خضار مبسوط، فيها شعير مبسوط، فيها مثلا نقول نحن نوعية من الحشائش مبسوطة، ترى فيها رائحة طيبة، ترى مثلا نفسك في حديقة كبيرة جدا مد البصر، ترى نفسك في أرض كبيرة جدا مد البصر، وتحس نفسك أنك مرتاح فيها، فإن هذه دلالة على أن الله سيوسع عليك رزقك، ودليل على أن الله سيكرمك ببيت يكون على ملكك بإذن الله. واعلموا إخوان الكرام أن المالك الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، إنما نحن هنا ضيوف، إنما نحن نزلنا الله لأمر هو يعلمه لا أريد ذكره، فستكثر الجدال حول هذا الموضوع. فنحن في امتحان، لو اجتزنا هذا الامتحان سننجح بتفوق بإذن الله، ونرى النعيم الذي لم نره بقلوبنا ولو للحظة. دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.